السلام عليكم، لا نزال في مكتبة بيكاتشو، واليوم راح نكمل كلامنا عن الفولدرات الموجودة. كنا سابقا في فولدر جيزاي وأخذنا الملت، نعم الملت، وكيف نسوي تنسر فلو فايلز خاصة بالداتا ست، وشلون تقرأ الداتا ست من ال TF records files. هسه راح ننتقل للمتريكس داخل الجيزاي فولدر. عندنا كثير من المتريكس ولها لمهام متعددة. أول وحدة راح ناخذها هي هذه المتريك واللي اسمها بلوم متريك. هذه المتريك مستخدمة لأجل تقييم أداء المشين ترانسليشن مودلز، النماذج اللي تستخدم لترجمة من لغة إلى لغة ثانية، أو نسميهم bilingual models. جيد، تحوي على 3 ملفات ما لنا علاقة بالinitialization script. عندنا 2 من السكريبتس المهمات هنا، البلو سكريبت والبلو سكورر سكريبت. نبدي بالبداية بالبلو سكريبت. بهذا السكريبت راح نقوم بعمل كلاس اسمه بلو كلاس. هذه الانيشاليزيشن ميثود الخاصة بهذا الكلاس. الكونستراكتور الوحيد الموجود بالكلاس لعمل اي اوبجكت هو الان، واللي هو يكون باي ديفولت 4. الفور رقم 4 رقم 4 جيد جدا. رقم 4 يحدد الماكسيمم انجرامز. شنو الانجرامز؟ هي عملية تفكيك الجملة. مثلا الوان جرام، جرام واحد، هذا شنو؟ يفكك الجملة إلى كلمات. جرام 2 يفكك الجملة إلى أجزاء، كل جزء يحوي على كلمتين. جيد، يعني طبعا الكلمتين يكون بشيء بأوردر معين، الكلمة الأولى وراها الكلمة الثانية، يعني نفس السياق الموجود بالجملة الأصلية. جرام مثلا 3 راح تجزئ الجملة إلى يعني مجموعة من الأجزاء، كل جزء يحوي على 3 كلمات. طبعا عادي التداخل، يعني تداخل بالكلمات ماكو اشكال. اول جزء يحوي على اول 3 كلمات من الجملة، الجزء الثاني يحوي على الكلمة الثانية والثالثة والرابعة، شوف، وهكذا، يعني يصير كل الاحتمالات الممكنة. فهذا هو الانجرام. فهذا المدخل الان راح يصير كاتريبيوت لكل بلو اوبجكت، وهنا راح يقوم بعمل 2 من الدكشناريز. هذا الدكشناري اللي هو هايبو فور ايمج، وهذا الدكشناري اللي هو الريفرنس فور ايمج. هسه الميثود الثانية بهذا الكلاس هو كومبيوت سكور، حساب السكور او النتيجة او دقة عمل الماشين ترانسليشن، هذه الآلة اللي تستخدم للترجمة. أكيد هذه السيارة دائما موجودة. عندنا الارجيومنت الأول اللي تستقبل هذا الميثود هو GTS، والارجيومنت الثاني هو RES. فهذا GTS اللي هو الجراوند تروث، هن الترجمات الفعلية للجمل، الجراوند تروث ترانسليشن، بينما الـ RES هن resulted translations أو الترجمات الناتجة من المشين ترانسليشن، من الموديل المستخدم للترجمة، the predictions يعني. هنا ايش راح يصير؟ راح تصير عملية فحص أو تشيك. هذين الدكشناريز، هذا دكشناري قاموس وهذا دكشناري. الكيس مال هذا الدكشناري لازم تطابق الكيس مال هذا، أو هذا يطابق هذا. يعني لكل صورة مثلا أو لكل
جملة هنا، اكو جملة تقابلها هنا، فلازم يكون المطابقات من هاي الناحية، من ناحية الكيس وليس الفاليوز. الفاليوز ممكن هذا يختلف عن هذا، لكن نريد انه يكون قريبات واقعا من ناحية الترجمة. يعني هنا جاي يذكر كلمة image اكثر من مرة، فاعتقد هنا صحيح هي المترك مخصصة لنماذج الترجمة، لكن هنا واقعا هذا النموذج اللي على اساسه يريدون جاي يتكلمون عنه ويريدون يقيمون هو يفسر الصورة. يعني مثلا عندك صورة معينة يسوي كابشنينج لها، يعرف خصائصها محتوياتها ويسويها ويتنبأ بالنص اللي يمثل هذه الصورة أو محتوى هذه الصورة، وكأنه ترجمة للصورة، يترجم الصورة إلى نص. جيد، لذلك جاي يشوف كلمة image. فهنا من قلنا keys هنا بالground truths والresults، الكي هو يمثل الرقم الخاص مثلا بالصورة، فكل صورة تحوي على أكيد نص واقعي يمثلها يقابلها نفس الكي نفس الصورة وترجمة من قبل المودل لمحتواه. زين، فهنا اكو ترجمة الواقعية لكل صورة، وهنا اكو ترجمة تم التنبؤ بها لكل صورة، فلازم يعني ظني طابقا يعني عدد الصور لازم متساوي. احنا جاي نحاول نترجم نفس الصور، لذلك الكيس اللي هنا لازم تطابق اللي هنا. هسه هنا نحصل على الايمج اي ديز. الايمج اي ديز هن الارقام المميزة لكل صورة انت جاي تحاول تترجمها، واللي هن باختصار الكيز الخاصة بالديكشنريز، مفاتيح قاموس الجراوند تروث هو العناوين الخاصة بالصور او الاي ديز المميزة للصور أو الأرقام المميزة للصور. تنتقل إلى هذا الجزء، هذا الجزء هنا يحتاج فقط argument واحد لازم تحدد، واللي هو الانجرامز، واللي هو باي ديفولت يكون 4، فسيلف دوت اندرسكور ان تساوي 4، ممكن تغيرها لكن وجدوا ان افضل قيمه هي 4 الماكسيمم انجرامز. هذا البلو سكورر اللي راح نتكلم عنه بعد شويه، هذا شنو؟ هذا يكون انه كلاس يستطيع انه يحسب دقة النموذج من ناحية الترجمة، يعني يقارن الترجمة الفعلية للصور مع الترجمة اللي تنبأ بها النموذج الترجمة، فهذا اللي راح يحسب هاي المترك هذه القياس. شنو أول شي راح نسوي؟ احنا ورا ما سوينا هذا الأوبجكت اللي راح نستخدمه لحساب كفاءة النموذج الترجمة، هنا راح نبدي نسوي كيس أو مفاتيح، أو لا راح نستخرج الفاليوز الترجمات، الترجمة الفعلية لهذه الصورة، يعني راح نمر على كل صورة وناخذ الترجمة الفعلية مالته ونسميها الريفرنس. زين، والهايبوثيسيس، الهايبوثيسيس هي الترجمة اللي تنبت بيها المشين، الترانسليشن مشين او المودل مالتنا. زين، احنا طبعا هنا مسوين برودكشنز وعندنا الريفرنس، فهذا الهايبوثيسيس وهذا الريفرنس، ولازم نقارن بيناتهم ونشوف كفاءة الهايبوثيسيس او كفاءة النموذج مالتنا بتكوين الترجمات للصور. هنا راح نبدي نشيك، نسميه هنا السانيتي تشيك. بالبداية لازم تكون الهايبوثيسيس أو التنبؤات الترانسليشنز، الترانسليشن الخاص بالصورة هذه لازم تكون عبارة عن ليست قائمة، إذا ما كانت قائمة فراح يظهر ايرور هنا، فهذا الشيء ضروري أثناء ما تستخرج أو أثناء تمرير الجراوند تروثز والريزلتس، لازم تحوى على قوائم داخلها، يعني هو ديكشنريز وتحوى على كل سنتنس او كل جملة تم التنبؤ بها هي عبارة عن شنو،
عبارة عن قائمة تحوى على كلمات، وهنا لازم اللينك الخاص بال الهايبوثيسس تطابق الواحد. أعتقد هنا أنا قصدي بأنه معناها أنه هذه قائمة، وهذه القائمة تحوى على جملة واحدة، الجملة اللي تم التنبؤ بها من خلال نموذج الترجمة. جيد هاي الفكرة. وهنا شنو، بس بالرفرنس الأمور تختلف. الرفرنس أيضا الريدة يكون لست قائم الرفرنس أو الجراوند تروث لهذه الإيمج الكابشن، جراوند تروث كابشنز، والريد العناصر اللي بيها تكون أكبر أو تساوي واحد، يعني ممكن يكون بيها أكثر من سنتنس، أكثر من جملة، زين، أكثر من وصف يعني، لكن الوصف اللي يتم التنبؤ به هو وصف واحد، لكن ال يعني الرفرنس أو الجراوند تروث يكون أكثر من وصف، زين، أو ممكن وصف واحد مثل ال production. زين هسه ممكن تسأل ليش يعني أكثر من captions يوجد بالجراوند تروث لكن فقط كابشن واحد بالتنبؤ، تنبؤ النموذج مالتنا طلعنا بس فقط كابشن واحد الخاص بالصورة، بينما الجراوند تروث أكثر من كابشن أو على الأقل كابشن واحد، لأنه واقعا بهيج مهام راح تجد أنه راح يوجد أكثر من وصف لنفس الصورة، لكن نموذج مالتك على الأقل يطلع وصف واحد لأجل أنه تم عملية المقارنة. راح أشوف بعدين أنه نقدر يعني أكثر من وصف كجراوند تروث نقدر نقارنه مع الوصف الواحد اللي تم التنبؤ من قبل النموذج. بالنهاية شنو اللي راح يصير؟ الهايبوثيسيس بيها كابشن واحد، راح ناخذ النص اللي تم التنبؤ به من قبل النموذج، وعدنا هذن الكابشنز الجراوند تروث الخاصة بهذه الايمج اللي يكون هذا هو الاي دي مالته، ايضا راح نخليه اثنينات بشنو؟ ب توبول واحد. هذا اللاين قد يبدو غريب بالنسبة لك، blue underscore scorer واللي هو هذا الأوبجكت زائد يساوي، وهذا التوبول اللي سويناه هنا اللي هو على البريدكتد كابشن والكابشنز الخاصة بالصورة. هذا شنو معناه؟ معناه انه راح نضيف هذا التوبول للبلو سكورر أوبجكت. انا مو تعرف شنو اللي جاي يصير هنا، خلي مجرد نروح لقطة سريعة على bluescorer.py script. عندك هنا هذا الكلاس اللي هو سوينا من الأوبجكت bluescorer، داخل هذا الكلاس وخصوصا بداخل initialization method عندك هذين الارجيومنتس الأربعة، التوقع من جاي تجمع هذا التوبل مع الأوبجكت خاص بيك، وكأنه جاي يتحدث شنو؟ جاي يتحدث هذا التيست وهذا الريفرنس، جاي يتغير قيمهن بكل تفعيلة للوب، وأكيد أكو تكملة بعدين راح نشرح. فهذا اللي جاي يصير هنا بكل مرة بعد ما ينتهي هذا اللوب. طبعا ليش احنا ما حاكين عن شنو اللي راح نسوي بعده وشنو آلية عمل البلو سكورر أوبجكت، لكن بالنهاية بعد ما انتهيت من إضافة كل البريدكتد كابشنز بالإضافة إلى الريفرنس أو الجراوند تروث كابشنز لكل الصور، راح تنتقل لآخر مرحلة ورا ما تخلص من هذا اللوب، واللي هي استخدام الكمبيوتر سكور ميثود من البلو سكورر أوبجكت. وهنا عندك أرجيومنت اسمه أوبشن خلي closest مثلا قيمته، راح نعرف ليش بعدين. وعندك verbose يساوي صفر في حالة انه ما تريد تعرض نتائج او نصوص الى اخره يعني بالcommand line. وبالنهاية راح تحصل على السكور والscores وتقوم باستخراجهم من هذا
ال object. طبعا انت من تكون البلو اوبجكت وتستدعي هذه الداله وتمرر الجراوند روتس ديكشنري والريزلتس ديكشنري راح تطلع لك النتيجه بشكل مباشر هنا. هسه نرجع للموضوع الرئيسي، شلون جاي يتم حساب الفرق او دقه نموذج ترجمه، نموذج الترجمه شلون الترتيب وشلون راح يصير هذا العمل. الفكرة كلها بالبلو سكورر كلاس اللي تم تضمينه هنا من البلو سكورر سكريبت واللي هو هذا. فنروح هنا راح تم تضمين مجموعة من المكاتب مثل كوبي سيستم ماث ار اي ديفولت ديكشنري الى اخره. عندك مجموعة من ال دوال ما راح نتكلم عنه هسه وانما راح نذهب مباشره للبلو سكورر كلاس. هذا راح يستقبل اوبجكت. زين احنا سابقا من كوناه شمررنا له مررنا له فقط الان تساوي سيلف دوت اندرسكور ان. هذا هنا الجزء اللي بالبداية اعتقد انه هذا البلو سكورر كلاس يعمل انهرتنج للأوبجكت كلاس اللي هو هذا البيس كلاس. المهم بالبايثون 3 هاي خطوة غير ضرورية، تجي تنتقل لهذا الجزء هنا. هذني الامور اللي راح يتم استخدامهم يعني داخل هذا الكلاس. اهم شيء عندنا بالبدايه الانيشاليزيشن ميثود، راح نحدد الارجيومنتس الخاصه لتكوين كل اوبجكت، الكونستراكتورز الخاصه لتكوين كل اوبجكت. عندنا ذن الضروريات التيست والريفرنسز، وهذا باي ديفولت 4 تقدر تغيره. احنا سويناه ان تساوي قيمه ثانيه أو 4 خلينا. هذا السبيشال ريفرنس لينث ساونان، هذا ما أعتقد راح نتعامل وياه. المهم هذني راح يتغير، هن باي ديفولت نون بنون، هذا حددنا. هذني شنو راح يصير أثناء عملية الجمع باللوب اللي شفناه سابقا؟ راح يبدي يصير تغييرات أبديت، وبكل مرة راح ينضاف قيم شكل لهذه الاتريبيوت اللي هي self dot cook append attribute. فشنو داخل هذه cook append attribute؟ راح تستقبل ال predicted caption وال reference captions. اللي داخله هو التالي، راح يصير داخل عملية اضافة استقبلت هذني الامرين. هنا راح تشيك هل هنالك ريفرنس كابشنز او لا. في حالة انه هي ماكو ريفرنس كابشنز واقعا ما راح تضيف اي شيء، وراح تطلع من هذه الدالة ككل. لكن في حالة انه داخلها كابشنز فمو مباشرة تضيفها للسيرف دوت سي ريفرنسز caption references list، وانما راح تمررها بالبدايه خلال attribute ثانيه اللي هي cook references attribute. هاي بالبدايه، بعدين الناتج تضيفه لهذا الليست. طبعا هنا عرفنا ذن lists تشوفن ما تكلمنا عنهن. عندنا هذه الاتريبيوت الخاصه بالماكسيموم انجرامز، وهذا caption references وcaption test، هذا قوائم فارغه. هذه ايضا هذه نضيفها هسه. المهم بهذه النقطة احنا نريد نضيف شنو عناصر للسيرف دوت كابشن ريفرنسز ليست. جيد، فاول شيء يكون نتعرف على شنو كوك ريفرنسز اتريبيوت وشنو راح تجري من تغييرات على الريفرنسز.
اللي راح يصير هو التالي، خلينا نروح للكوك ريفرنسز اتريبيوت، اعتقد هي هنا هذه الكوك ريفرنسز راح تستقبل قوائم. احنا تكلمنا عن هذا الموضوع، الريفرنسز هي عبارة عن قائمة تحوي على عنصر واحد او اكثر، يعني تحوي على جملة واحدة، على كابشن واحد او اكثر. عندك الامور الثانية، المهم هسه احنا اللي راح يمر هنا هو هذا، هذن راح يبقى على الديفولت فاليوز مالته، وهذا يكون نان وهذا يكون اربعة. فشنو اللي راح يصير؟ عندك الريفرنس لينث هي قائمة فارغة ابتداء فارغ، والماكسيمم كاونتس واللي هي عبارة عن ديكشنري ابتداء فارغ. ايش راح اسوي؟ راح تمر على كل كابشن موجود بالريفرنسز، وراح تأدي التالي، راح تقوم بإجراء التالي، راح تمرر هذا الكابشن خلال البري كوك فانكشن، وكذلك راح تمرر الماكسيمم نمبر اوف جرامز ان جرامز. هنا أنا ايضا لازم ننتقل نعرف شنو البري كوك فانكشن. هذه هي البري كوك فانكشن، هذه هي السنتنس، هذه الجملة، الريفرنس خاصة لإيمج معين، مو كل الكابشنز الريفرنس كابشنز، وإنما ريفرنس كابشن واحد. تيجي تفصل الجملة إلى كلمات، راح تسوي أوبجكت، هذا يشبه الدكشنري، سميه كاونتس ويساوي ديفولت دكشنري انتجر. هذا ابتداء اي كي جديد تخليه بيه راح يعطي قيمه ابتدائيه صفر كفاليو، الفاليو مالته تكون صفر. زين، لانه هذا راح نستخدمه هو حسب اسمه للعد، العد الخاص بالانجرامز، وراح تعرف شنو يعني نقصد به. فهذه هي الميزه مالته لما نتخلي انتجر بين الاقواس وتكون هذا الاوبجكت اللي هو ايضا نوع من الدكشنريز، هذا هو ميزته. هنا أنا شنو اللي راح يصير؟ الان هي الماكسيمم نمبر اوف انجرامز واللي هو 4 زائد 1 5. هنا أنا الاكس رينج 1.5، معناها القيم اللي راح تاخذها الكي بهذا اللوب هي 1 2 3 4. زين، هاي انتهي، يعني يبدا من الواحد وينتهي بالاربعه. فابتداء الكي قيمتها 1، راح يتفعل اللوب اللي جوا for i in x range. هنا شنو؟ هذا راح بالبداية يعرف عدد الكلمات الموجودة بالجملة بالكابشن بالرفرنس كابشن، ينقص k منها واللي هي ابتداء واحد، فوليكن الجملة تحوى على 10 كلمات، فعشرة ناقص واحد نتيجة 9، وزودها من واحد فالنتيجة 10. شنو معناه؟ معناها هسه انت جاي تسوي 1 جرام، اكو 1 جرام 2 جرام 3 جرام 4 جرام، ال 1 جرام هذا يتعامل على مستوى الكلمة، فكل كلمة هي جرام راح تصير. جيد، فهنا ايش راح يصير؟ راح يبدي يستخرج الكلمات ويسويهن بشكل توبل، والان جرام فاريبل راح يساوي هذا التوبل، فاول كلمه بالسنتنس راح يساويها بالان جرام، وبعد ذلك هذا الان جرام اللي هو هذه الكلمه راح تصير كي ضمن هذا الدكشنري واللي هو ابتداء يساوي صفر، وراح يضيف واحد اله، راح يصير واحد. فهذا راح يبدي يعد إيش كم مرة هذا الانجرام ظهر ضمن هذا الريفرنس كابشن. بعد ذلك ينتقل i تساوي مثلا واحد، نفس الفكرة، راح ياخذ الكلمة الثانية بالسنتنس يعتبرها كأنه هي انجرام ويسويها بشكل توبو، هاي ضرورية، ويساويها بالانجرام ويسوي كي جديد معناها قيمته الابتدائية ايضا صفر، ويضيف له واحد، يعني هذا الظهور الأول إلى بالجملة. مرات يتكرر لأن جرام، لأن جرامز
فيصير قيم من 2 3 4 إلى آخره على عدد تكراراتهم ضمن نفس الجملة. بعد ما تنتهي من الونجرام واللي يتعامل ويا كل كلمة على إنه هي انجرام، تنتقل إلى إنه تجعل كي تساوي 2، هذا اللوب الخارجي. فانتقلنا إلى 2 جرام. بالتو جرام كل انجرام راح يحوى على 2 words، كلمتين. على سبيل المثال عندك سنتنس بها 10 كلمات، الكلمة الأولى والكلمة الثانية تعتبر انجرام، الكلمة الثانية والكلمة الثالثة تعتبر انجرام، الكلمة الثالثة والكلمة الرابعة تعتبر انجرام إلى آخره. زين، يعني يصير مثل الأزواج ويصير بهن تداخل، ماكو مشكلة مثل ما هسه أنا قلت. فتجي تبدأ تستخرجها. طبعا عندك هذا اللوب مرة ثانية راح يتفعل هنا الكي ايش قد تساوي؟ 2. فعدد الكلمات 10 افتراضا، ناقص 2 10 9 8، 8 زائد 1 النتيجة 9. فهذا قيم الآية راح تكون من 0 ل 8، يعني 9 قيم. هذا اللوب راح يضمن انه ما راح يطلع خارج الاندكسز الموجودة ضمن الوردز ليست. جيد، وتجزئ نفس طريقتنا وتشيك ايضا، يسوي كأنه هو كي ويشوف عدد تكراراته ويكون ذني الازواج. مو بس ازواج، راح تصير ثلاثيات ايضا، من كي يساوي 3 ومن كي يساوي 4 راح تصير مجاميع، من كل مجموعة كل انجرام يحوى على 4 من الوردز، 4 من الكلمات. بالنهاية بعد الانتهاء من كل هذه الامور وملء الكاونتس ديكشنري، راح شو تسوي؟ راح تجيب الوردز ليست اللي تحوى على كل كلمات الريفرنس كابشن، تطلع عدد الكلمات وتمرر ايضا الكاونتس، اثنيناتهم تخليهم بشكل توبل وتطلعها من هذه البري كوك. خلصنا من البري كوك وفهمنا شنو اللي تسوي. فاحنا وين كنا؟ هنا مررنا الريفرنس كابشن، حصلنا على شنو؟ حصلنا على عدد الكلمات ضمن الريفرنس كابشن، وحصلنا على ديكشنري يمثل تكرارات الانجرامز ضمن الريفرنس كابشن. راح نقوم بهذا العملية لكل ريفرنس كابشن ضمن الريفرنسز. جيد، لأنه كل صورة تحوى على أكثر من ريفرنس بأغلب الأحيان ريفرنس كابشن. بعدها شنو راح نسوي؟ راح نضيف عدد الكلمات لهذا الكابشن لقائمة اسمها ريفرنس لينكث. زين، وبعدها شنو راح يصير؟ راح نسوي لوب. هذا اللوب راح نمر به على الكيس والفاليوز الموجودة ضمن الكاونتس ديكشنري، فراح نحصل على الانجرام واللي هو الكي واللي هو يعني الاسم مالت الانجرام، راح نمر على كل انجرام، والكاونت اللي هو عدد ظهورها بالرفرنس كابشن الحالي. ايش راح نسوي هنا؟ ما دام انت عندك اكثر من رفرنس كابشن، لان عندك لوب، فانت راح تاخذ يعني مثلا بجملة معينة الانجرام معين ظهر 3 مرات، بالجملة اللي بعدها او الكابشن اللي بعدها ظهر شقد؟ 4 مرات. فانت ايش راح تاخذ؟ راح تاخذ قيمة الاربعة. زين، راح تاخذ اعلى ظهور. بيا جملة صار باعلى ظهور تاخذ هذا الاعلى ظهور. زين، هنا هذه الفكرة، هذه المرحلة اللي كأنه راح تصير بها مثل عملية الدمج. ذن الكابشنز كلها راح تمثلهن بتمثيل واحد، تخلطهن وكأنه الانجرامز مالتهن. فشنو اللي راح يصير بهذا اللوب؟ عندك هنا راح تمر على كل انجرام والكاونت الخاص به، راح تستخدم الماكس ميثود. فهنا عندك شيء اسمه ماكس كاونتس، هو اللي هو ديكشنري فارغ، راح تبحث به عن هذا الانجرام اذا موجود به، واللي هو ابتداء ما موجود به، هذا اول تفعيل لهذا اللوب او اول كابشن، فما راح تلقى به اي شيء فارغ. وراح واذا فارغ فيظهر صفر يعني. وعندك هنا شنو؟ كاونت. الكاونت هو عدد ظهور هذا الانجرام ضمن هذا الريفرنس كابشن.
فبما انه هذا صفر اكيد هذا راح يكون اكثر من هذا، على الاقل اكو ظهور واحد ضمن هذه السنتنس، فراح يكون النتيجة واحد. فالماكس هو واحد، فراح تخلي بهذا الدكشنري اللي هو الماكس كاونتس اللي هو ابتداء فارغ، راح تخلي بي كي جديد اللي هو الانجرام، وتخلي الماكسيمم فاليو اللي هي واحد. وتطبق نفس الخطوة على كل الانجرامز الموجودة ضمن الكاونتس دكشنري. تنتقل للريفرنس كابشن 2، الريفرنس كابشن التالي الموجود بالريفرنسز خاصة ب one image single image. هذول الخطوات نفسها، انت وصلت للكاونتس، اكيد راح يصير اكو نوع من شنو، اكو نوع من الانجرامز، اكو انجرامز موجودة بالريفرنس كابشن السابق ايضا موجودة بالريفرنس كابشن الحالي. فبالتالي انت شنو راح يصير؟ نفس اللي ذكرناه سابقا، اذا عدد مرات ظهور الانجرام اللي موجوده بالكابشن الحالي والمشابهه للانجرام بالكابشن السابق، اذا كان عدد ظهوره بالكابشن الحالي اكثر من السابق، فسوي ابديت له وتخلي عدد مرات ظهوره بالكابشن الحالي وتلغي عدد مرات ظهوره بالكابشن السابق، فتاخذ الماكسيموم وكانه اكبر قيمه للظهور باي سنتنس باي جمله باي كابشن، راح تاخذها وتخليها مقابل هذا الانجرام. فهذه هي الفكره، هذا الكوك ريفرنسز. طبعا بعد بي تكمله، لكن احنا هنا الافكتيف لينكث هذا بعدين راح نحكي عنه، مو بهذا المكان. المهم هو قيمته نان بهذه المنطقة لما استخدمناه، قيمته نان ما حدده، فمجرد راح يظهر نان وراح يظهر الماكسيمم كاونتس. وين وصلنا هسه؟ نرجع للكلاس بلو سكورر ونرجع للكوكب باند اللي كنا بيها. هذه هي الكوك ريفرنسز اللي تكلمنا عنها سابقا، مررناها للريفرنسز كابشنز، مررناها للكوك ريفرنسز، واللي هي بالاخير يعني معناها راح تعطينا شنو، راح تعطينا هذا التوبل اللي يحوى على النان والماكسيمم كاونتس ديكشنري. زين، راح يتم اضافه هذني الاثنين للسياب دوت كابشن ريفرنسز. طبعا هاي العملية راح تتم كل مرة خلال هذا اللوب، كل مرة يصير ابديت لهذني او يعني اخذ هايبوثيسز وريفرنسز لكل ايمج. المهم فتصير باند باند الى ان تنتهي العملية. شاهدنا بعد هنا if test is not none، طبعا هنا التيست لو نرجع احنا اصلا مكاننا كان هنا، تيست هي ليست نان هنا. زين، والرفرنسز ايضا ليست نان، فهذا متفعل هذا متفعل ايضا. ففي حالة انه تيست ليس نان، واللي هو الواقع يعني ما معقول انه كل شيء ما يطلع translation model، فعندك راح تستدعي دالة اسمها او attribute اسمها cook test. cook test attribute او cook test function، ما بيها سالفة هي function، راح تستقبل التيست كابشن، وراح تستقبل شنو؟ راح تستقبل اخر شنو؟ اخر tuple اللي هو يعني بالتحديد انا ما مهم عندي هذا الماكس كاونتس، اخر ماكس كاونتس، الماكس كاونتس الخاص بالكابشنز الريفرنس كابشنز للايمج الحالية او اخر ايمج الايمج اللي جاي تتعامل وياه، لانه هو جاي يحفظ مال الايمجز هواي سابقا، لانه جاي يصير عملية بيت، لانه جاي يمر على الايمجز وجاي يستخرج ذن الامور وجاي يضيفه. فانا شنو اللي اريده؟ اريده فقط الكابشنز الخاصة بالرفرنس كابشنز او الماكس كاونتس الخاص بالرفرنس كابشنز للصورة الأخيرة.
والتيست اللي هو البرودكشن خاص بالصورة الأخيرة واللي هو نفس هذا. هذا جاي يصير له أبديت. فهو يعني راح يجي هنا ونشوف الكوك تيست. الكوك تيست لو تجي تشوفها هنا فهي تستقبل التيست اللي هو البريدكتد كابشن بالإضافة إلى الماكسيموم التوبل خاص بال ماكسيموم كاونت للكرنت ايمج هذا الصورة الحالية. راح تستخرج منها مثل ما نعرف ال reference length بالإضافة إلى ال reference max counts. بس عذرا اكو شغلة واحدة انه ال reference length هنا حسبناه هو يعني هنا جاي طلع هو واقعا الأطوال أو عدد الكلمات الموجودة بكل جملة. زين هذه الفكرة يعني الموجودة بكل كابشن يعني مو نعم قيمته وليس نعم. فنعم أي هذا الـ reference length لكل كابشن لكل reference كابشن. وهنا أنا الـ reference max counts طلعناهن. عندك البريكوك هنا أنا البريكوك نفسي الـ function السابقة لكن حددنا بيها الآن 4 هذا معروف والكوشي ثاني هنا أنا خليناه ومررنا التيست كابشن. فنرجع هنا المن نرجع للبريكوك الاوت كان فولس سوينا ترو جت السنتنس قسمناها الى كلمات هذا التيست سنتنس البريدكتد سنتنس سوينا الكاونتس مثل ما عرفنا سابقا نفس الخطوات بالضبط نفس الخطوات اللي سويناها ويا الرفرنس كابشن ونحصل على هذا التوبل اللي يحوى على عدد الكلمات ضمن الـ Predicted Sentence بالإضافة إلى ظهور كل أنجرام ضمن الـ Predicted Sentence. نرجع فالـ Test Length والـ Counts هنا أنا سوينا Dictionary ابتداء يكون فارغ بعدين راح نشوف شو فائدته و ال effective length خلينا بس خلي نرجع هنا نشوف هل غيرنا من استدعيناها أو لا. نرجع هنا بهذه المنطقة ما سوينا أي شيء هنا بال compute score غيرناها فبقي ما لنا علاقة بالش اسمه ال effective length هو نان بهذه الحالة بعده. زين فشنو اللي راح يصير هنا أنا. أو عذرا هنا أنا بالكوك تيست effective length هو نان فهذا راح نتجاوزه. تجي هذا الدكشنر راح يسوي بي كي وهذا الفاليو مالته واللي هو عدد الكلمات ضمن البريدكت كابشن. هنا أنا عندك الجس تخمين ايضا راح اسوي كي اسمه guess ضمن الـ result dictionary وهذا شنو اللي راح يحتوي هذا داخله loop جيد 40 فاصلة test length ناقص k زائد 1 4k in x range 1 فاصلة n زائد 1 الان هي 4 فواحد فاصلة 5 و 4 زائد 1 5 فقيم الكي اللي ممكن تاخذها هي 1 2 3 4 زين فهنا بكل مره ايش راح يصير؟ راح تاخذ الماكسيمم فاليو يا اما هذا الجزء او هذا الجزء هذا صفر وتقارن وياه فهنا شنو؟ التيست لينث وليكن 10 كلمات مثلا هذا الكابشن البريدكتد كابشن تنقصه من كي اللي هي 1 فصير نتيجه 9 نزوده 1 فصير 10 فعشرة أكيد أكبر من صفر فالنتيجة هي شنو؟ 10. هنا أنا شنو بعد راح نسوي؟ هذا العشرة شو يمثل؟ يمثل عدد الأنجرامز لما يكون عندك 1 جرام
1 جرام، بال 1 جرام. لما يكون عندك 2 جرام من كي تساوي 2، زين، فشنو؟ عندك 0. تيست لينكث اللي هو 10 ناقص 2 زائد 1، ف10 ناقص 2 10، 9، 8 زائد 1 نتيجة هو 9. فأنت راح تحصل على 9 من 2 جرامز، يعني كأنه جاي طلع الأطوال مالت الجرامز، مال 1 جرام 2 جرام 3 جرام 4 جرام. ال 1 جرام مش كم أن جرام بي، وال 2 جرام مش كم أن جرام بي، وال 3 جرام مش كم أن جرام بي، وال 4 جرام مش كم أن جرام بي. سويتهن بشكل قابل. وهنا شنو راح نسوي؟ راح نسوي كي ثالث اللي هو الكوركت ضمن الريزولت ديكشنري، واللي هو عبارة عن قائمة تحوي على 4 أصفار، هذا 4، لأن 4 في هذه القائمة اللي تحوي على 0 1، فقائمة تحوي على 4 أصفار. زين، هنا شنو الخطوة اللي راح تصير؟ راح نمر على الكاونتس، والكاونتس هنا شنو؟ الكاونتس الخاصة بالتيست. راح ناخذ الانجرام، كل انجرام ضمن الكاونتس ديكشنري، وعدد مرات ظهورها ضمن البريدكتد كابشن. وهنا راح نبدي نشوف هل الانجرامز الموجودة عندنا بالبريدكتد كابشن من نفس الموجودات بالريفرنس كابشنز، ومن ناحية الأعداد إيش قد أعدادهم، وإذا كانت أعدادنا أكبر موجودات نفسهم بس أعدادنا أكبر، فراح نستقطع أن راح ناخذ الفاليو الخاصة بالرفرنس كابشنز. فشنو راح يصير؟ عندك هذا الديكشنري، راح تروح للكوركت كي، وبالكوركت كي واللي هو على ذني الأربع أصفار ابتداء، راح تشوف، راح تروح لي مثلا ابتداء انجرام 1. ليش انجرام 1؟ لان هسه انت ابتديت مثلا ويا انجرام يحوى على وورد واحد، يعني بديت بمجموعة ال 1 جرام، زين، فاللينكث مالت هذا 1 ناقص 1 0، الاندكس اللي يمثل 1 جرام هو 0، اندكس 0، زين، هذا راح تبدي تضيف له، زين، راح تبدي بمجموعة ال 1 جرام. فهنا مينيمم، وهنا تبدي تشيك. شنو اللي تشيك؟ راح تبحث بالرفرنس ماكس كاونتس، رفرنس ماكس كاونتس، راح تبحث بالانجرامز الموجودة بالرفرنس ماكس كاونتس عن هذا الانجرام الموجود بمن؟ الموجود بالبريدكتد كابشن. زين، في حالة انه ماكو هذا فتخلي هنا صفر، زين، واذا خليت هنا صفر، هنا قيمة الكاونت حتى وكانت 1 2 3 النتيجة 0، لأنه يعني أنت عندك من مينيموم تأخذ القيمة الأقل واللي هي 0، وتضيف الصفر لهذا ال 1 جرام، يعني وكأنه كل شيء ماكو كوركت بال 1 جرام، ماكو أي كوركت. تبدي تمشي بال 1 جرام، مجموعة ال 1 جرام، إذا لقيت بمجموعة مثلا انت عندك هنا 5 بالرفرنس ماكس كاونتس، بينما عندك بالكاونت هذا 2، لقيت 2 بالبريدكتد كابشن، فراح تاخذ الاثنين وتضيف، زين، اذا 3 ايضا تضيفه الى اخره. اذا كانت اكبر من 5، يعني مره اكثر من مره ظهر نفس الانجرام وزادت القيمة عن 5، فراح تاخذ شنو؟ او قصدي هنا اذا يعني الكاونت اللي صارت بهذه المنطقة، هو صراحة لو تجي الواقع الكاونت يعني هي القيمة المثالية، القيمة الكاملة يعني للانجرام، يعني الانجرام ايش كم مرة ظاهر، اي، فهنا تشيك اذا كانت ظهورة اكثر من الرفرنس ماكس كاونتس لنفس الانجرام ضمن الرفرنس ماكس كاونتس، فتاخذ الرفرنس ماكس كاونتس، والا هو تاخذ نفسه وتخلي، يعني كوركت مثلا عدد 3 صحيح من اصل 5 هو يكون الى اخره لهذا
1 جرام. تمشي مثلا على ال 2 جرام، تجي تمشي على مجموعة 2 جرام نفس الشيء. أيضا تجي تبحث عنه بالرفرنس ماكس كاونتس، وتشوف إذا موجود أو مو موجود، وإذا موجود تقارنه ويا الكاونت اللي عندك بالبريدكتد كابشن، إذا كان هذا أكبر من هذا فتاخذ هذا فقط اللي هو الكوركت. يعني ايش كم واحد كوركت؟ هو أكيد احنا نفضل إنه يكون يطابق هذا، هذا يطابق هذا، لكن هو البرودكشنز مالت النموذج مالتك، فأنت أكيد تكون تحاول تقربه إلى. بس أكيد إذا زاد عندنا هذا مشكلة، لازم فلازم بهاي الحالة تاخذ هذا الماكس على مود تتجنب وضعية الأوفر كاونتنج. بعد ما تخلص مرورك على كل الـ جرامز وتحدث قيمهن الـ 1 جرام 2 جرام 3 جرام 4 جرام ضمن الكوركت، طلع النتائج. فهذه هي الفكرة وببساطة. طبعا هذا شغلنا كله اللي حكينا عنه، احنا كنا بهذه الخطوة. زين، هاي الخطوة كملناها. نبدي نمشي بالموضوع. احنا بعد ذلك ورا ما سوينا هذا وسوينا هذا اللوب، انتقلنا الى هذا اللاين score فاصلة scores تساوي blue scorer dot compute score. هاي الcompute score method هنا نعطيها two arguments closest to verbose يساوي 0. خلينا نروح لهذا الcompute score راح توضح لنا التكملة. هذه الـ Compute Score Attribute تستقبل الـ Self الـ Option واللي هو الـ Closest بهذه الحالة و Verbose يساوي 0. هذين الـ Attributes معينات، هذا Small يساوي 10 يساوي 9، Tiny يساوي أو 1 في 10 يساوي 9، هنا 1 في 10 يساوي 15. عندك هنا Blue List، هاي قائمة الـ Blue، أعتقد هي تحوى على الـ Scores مثلا، ودي عبارة عن 4 قوائم فارغة. زين، ضمن هذه القائمة الكبيرة. وهنا نرجع عندنا هذا الشرط، في حالة انه self.underscore_score لا تساوي نان، هي واقعا هنا تساوي نان يعني كقيمة. خلينا نشوف هنا اذا نزلنا، وهنا ايضا قيمتها هي نان، فيعني هسه قيمتها نان. فترجع في حالة انه هي ليست نان، فيقوم باستخراج ال self.underscore_score. في حالة انه الاوبشن از نان، واقعا هي ليست نان فراح نعوفها، لكن هو راح يسوي افتراضيا افريج. في حالة انه self dot caption references تطابق الواحد، يعني ال caption references تحوي على جملة واحدة one caption reference، وإلا راح تستخدم ال closest، يعني لأنه راح يصير أكثر من caption references. المهم احنا مختارين ال closest تلقائيا. هنا عندك اثنين من ال attributes الجدد اللي هي test length وال reference length. هنا أنا عندك هذا الدكشنري total comps dictionary واللي هو على هذا الكي test length key وقيمة الابتدائية صفر، والreference length key وقيمة الابتدائية صفر، والguess key وقيمة الافتراضية الابتدائية هي عبارة عن قائمة تحوي على 4 أصفار، والcorrect أيضا عبارة عن قائمة تحوي على 4 أصفار. هسه راح نمر على كل sentence موجودة ضمن ال C test. هو السي تيست بالانيشاليزيشن كانت عبارة عن قائمة فارغة، ما ادري اذا حدثنا قيمها. اي نعم، حدثنا قيمها بالكوكا باند مثل ما تلاحظ هنا self the c test dot append cooked test، واللي هو عبارة عن ال هذا الدكشنري راح هو على الكوركت والجاس وال test length إلى آخره. فأي نعم هذه مسويها سابقا، فنمر عليها، نمر على كل وحدة، نطلع التست لينكث
طبعا احنا عندنا هواي تيست او بريدكتد كابشنز، بريدكتد كابشن يكون صورة فنمر عليهم كلهم ثاني. زين وشنو اللي نسوي؟ طلعنا التيست لينث هو عدد الكلمات ضمن هذا البريدكتد كابشن، وهنا شنو راح نسوي؟ عندنا سيلف دوت اندرسكور تيست لينث اتريبيوت اللي هو قيمته الابتدائية هي صفر، راح نضيف له قيمة ال test length لهذا ال predicted caption. وش راح نسوي؟ هذا ال self dot spatial reference length هذا أصلا none فنعوفه هسه بوقت الحالي. عندك reference length تساوي ال في حالة إنه هو none يساوي self dot underscore single underscore reference length. عندك هذه method راح نمرر لها شنو؟ الريفرنس لينكث واللي هو عدد الكلمات لكل ريفرنس كابشن الخاصة بصورة معينة، ونمرر لها الاوبشن. الاوبشن هنا ايش راح يصير؟ هنا كلوزست، والتيست لينكث واللي هو عدد الكلمات ضمن هذا التيست كابشن. نروح للسنجل ريفرنس لينكث اتريبيوتس. هذه السنجل ريفرنس لينك تستقبل الريفرنس لينكس والاوبشن اللي يكون كلوزست بهاي الحاله، والتست لينك اللي يكون يعني عدد الكلمات بهذا البريدكتد كابشن. هنا كلوزست نعرف الباقيات. الكلوزست هنا ايش راح يسوي؟ بالكلوزست الفكره هي انه راح تشوف شنو او اي واحد من هذني الريفرنس كابشنز اللي يكون قريب لل تيست لينث من ناحيه عدد الوردز الكلمات، يعني الديفرنس يكون بيناتهم من ناحيه عدد الكلمات قليل، وراح ناخذه. زين راح ناخذ هذا ال هذا الريفرنس لينث. زين وراح يتم استخراج هذا الرفرنس لينك، لذلك سموها سنجل رفرنس لينك. زين من يتم استخراجه فحصلنا على الرفرنس لينك، وراح نخلي هذا الرفرنس لينك نضيفه للسيرف دوت اندرسكور رفرنس لينك اتريبيوت. ظهر هذا راح يبقى يجمع يعني على كل ايمج، كل صورة، كل بريدكشنز لصورة يبقى يضيف لها. المهم هذه هي الاتريبيوت. الان راح قلنا مثل ما قلنا راح نمر على كل بريدكتد كابشن ونقوم بهاي الخطوات للوصول للرفرنس لينكث اللي نريد ان نستخدمه اللي يكون الكلوزست لللينكث الخاص بالبريدكتد كابشن. وهنا عندك لوب، هذا اللوب راح يمر على الجس والكوركت، وكل مرة ايش راح يسوي؟ راح يفعل هذا اللوب اللي جوا اللي هو قيمه راح يكون 0 1 2 3. فمن الكي تساوي 0 شنو راح نسوي؟ والكي هنا بالبداية جس، فهنا جس والكي 0 يعني جاي نتعامل مع ال 1 جرام، مجموعة ال 1 جرام، قياسات ال 1 جرام زائد تساوي هنا كومس كي فاصلة كي. أو في كي هنا الجس وكي هو الانجرام اللي نتعامل وياه واللي هو الوانجرام بهاي الحالة. طبعا هذه العملية راح يتم اجراها على كل البريدكتد سنتنسز او بريدكتد كابشنز، ودائما راح يتم الاضافات لاماكن الوانجرام 2 جرام 3 جرام 4 جرام. يعني كل ما تجينا بريدكتد كابشن نبدأ نسوي هنا أبديت، نسوي أبديت للجس وللكوركت. مثل ما ذكرنا الجس يعني هن الأنجرامز الموجودة بالبريدكتد كابشن، والكوركت هو الأنجرامز الموجودة بالبريدكتد كابشن اللي موجودة أيضا بالرفرنس كابشنز. فإيه نعم نسوي لهم ذني أبديت، بس هسه راح أصير على مستوى يعني كل الداتا سيت اللي عندنا على كل الإيمجز، يعني هذه النظافة راح تبقى تستمر عليهم كلهم. و append pair image blue score
وهنا راح يتم حساب البلو لكل ايمج بير ايمج، فنمر على كل انجرام ال1 جرام بالبدايه، بال1 جرام راح نشوف الكوركت الخاصه بهذا ال1 جرام، ونقسمه على العدد الكلي للانجرامز اللي تنتمي لهذا ال1 جرام ضمن البريدكتد كابشن. فاكيد احنا اذا متساويات فهذا هو المطلوب، و فنتيجة واحد في واحد نتيجة واحد، بينما اذا مختلفات فهذا الكوركت ايضا راح يكون قيمته اقل، فمن تضرب قيمة اقل راح تبدي قيمة البلو تقل. وضيف هذه البلو للبلو ليست لهذه مثلا 1 جرام بهذه الحالة، بعد ما ترفع القيمة للأس واحد على كي زائد واحد هذا الشكل، وتضيفها للبلو ليست كي. هنا هاي البلو ليست كي هي عبارة عن قائمة تحوي داخلها على قوائم، فاحنا ناخذ قائمة الخاصة بال1 جرام ونضيف البلو الخاصة بهذه القائمة، السكور الخاصة بهذه القائمة لهذه البريدكتد كابشن. وهنا عدنا راح نحسب الريشيو لعدد الكلمات ضمن التست او البرودكشن سنتنس على عدد الكلمات الخاصة بالرفرنس كابشن قريب للتست لينث، فطلع لنا الريشيو. في حالة انه الريشيو اصغر من واحد، واللي يعني بانه الرفرنس لينث اكبر من التست لينث، فهنا ايش راح نسوي؟ راح نمر على 1 جرام 2 جرام 3 جرام 4 جرام ضمن البلو ليست، فهنا ناخذ مثلا 1 جرام، وبال1 جرام راح ناخذ اخر عنصر واللي هو له علاقه بالكرنت ايمج يعني، ونضربه في شنو؟ في اكسبونينشال 1 ناقص 1 مقسوم على هذا الريشيو. فالريشيو ايضا راح تلعب دور في التأثير ايضا على البلو سكور، فانت تحاول انه هذا الريشيو تكون قريبة من الواحد على مود هذا الاكسبونينشال صفر، نتيجة واحد ما راح يأثر، وإلا اي قيمة اكبر من الواحد فواحد ناقص واحد على اثنين مثلا فصير ناقص نص، النتيجة قيمة أصغر من الواحد فجاي تقلل البلو سكور لمثلا 1 جرام، لأن جاي تضربه بقيمة أقل من الواحد، فيعني هاي تأثر، فلازم واحد قريب من الثاني من ناحية عدد الكلمات. وعندك هذا فيربوس إذا تريد تعرض أشياء، طبعا هاي العملية راح تجرى على مستوى الصور، وكذلك راح تجرى على مستوى شنو؟ على مستوى كل الداتا سيت، لانه اكو عملية تجميع. وهذه هي الفكرة من يمها. بالنهاية ايش عندك؟ عندك انه راح self.underscore_score_attribute راح يساوي البلوس، هاي البلوس واللي عبارة عن قائمة تحوي على شنو؟ تحوي على البلو لكل ايمج، وبالنهاية راح نقوم بإظهار أو إخراج السيرف دوت أندر سكور سكور وكذلك البلو ليست. البلو ليست هذه اللي راح تكون يعني تمثل البيانات الكلية، يعني تحديث على اساس البيانات الكلية. طبعا هنا هم جاي نشوف انه تأثير اللينك الخاص بالتست كابشن على اللينك الخاص بالرفرنس لينك ايضا، يعني هذا الريشيو ايضا تلعب دور هنا بالبلو ليست ايضا تأثر
على هذا الرننج بلو، نقدر نقول رننج بلو لأنه هذا راح يبقى يضيف، أو عذرا يبقى يضيف هذا التوتال كومبس، وهذا ما أعتقد لا ما يضيف هذا لكل إيمج، لكل إيمج. فبالنهاية راح تحصل عليهم، راح تحصل على البلو ليست واللي تمثل ال البلو لكل إيمج، لل 1 جرام 2 جرام 3 جرام 4 جرام لكل إيمج. و يعني ويا كل هذه المقارنات اللي نشوفها الكوركت على الجيس وشغلة اللينث وال كذلك السيلف اندر سكور سكور، اعتقد هذه البلو هاي لها علاقة بالتوتال كومبس. اي ما دام توتال كومبس يعني لها علاقة بهذه الكلية، يعني بعد ما يمر على كل الكومبس الموجودة بالسيرف دوت سي تيست كابشن تيست، فهذه البلو تايمز يساوي راح نمر على كل جرام النجرام، وهنا مثلا هذه الحصيلة النهائية، هذه الحصيلة النهائية للانجرام بعد مرة على كل التيست كابشنز، نقسمها على شنو؟ على الجس الخاص بال 1 جرام 2 جرام 3 جرام 4 جرام، يعني سبع الحالة مثلا 1 جرام يعني نوع من النورماليزيشن، يعني عدد الكوركت على العدد الكلي لل 1 جرام اللي تم التنبؤ. وما ننسى شغلة ال self dot test وال ratio خاصة بال بالفرق ما بين ال underscore reference length وال underscore test length. هو بالنهاية راح تطلع لك قيمة كبيرة هنا وقيمة كبيرة هنا، لأن عملية addition عملية جمع، لو تشوفوا هنا عملية جمع تجمع دائما تجمع تجمع هنا تجمع أيضا. فالمهم النتيجة تكون مقاربة على مود ما تقل البلوس النهاية، وإذا قلت هذا راح تأثر تأثر على نتائج البلوس. فهذه هي هذه المترك وآلية استخدامه. شكرا للاستماع.